إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. والحين عندي المرحلة الأخيرة بعد ما غيرنا الزرقر، الحين راح نغير البلف في الحرارة حق النيسان مع مويور ديتر مخفف بريستل جي ام أصلي. راح نفك البلف الحرارة ونفرغ الموية في الرأس وفي الريديتر. فكني الهوز، لاحظوا الأملاح. هذا أفك الريديتر، الحين الريديتر مكتوم صوب الغطاء. الحين أول ما أفك الغطاء لاحظوا يطلع الموية. طبعا الحين أفك البلف مسمار أسفل مسمار على البلف. هذا عندي البلف حق الوكالة، وهذا عندي الكوع. ولاحظوا الأملاح اللي جوة الكوع، شو بالكم دخل الديتر. راح نضف الآن الكوع هذا ونركب البلف حق النيسان. هذا راح أفك الهوز اللي هنا، راح أنفخ ليات عشان نطلع الموية اللي فيه السرنجلات. هذا بلف الوكالة 76، هذا بلف النيسان، هذا الكوع بعد التنظيف. راح بس نستبدل الجلدة على حق النيسان، لأن حق الوكالة تركب على الكوع بالملي. راح نستبدل بس بالجلدة وراح نركب. وهذا بعد التركيب الآن قفلنا الهوز، ركب البلف، ركب الهوز، عبي المويه. فها راح نجربها ان شاء الله مع المكيف، نجربها في الخط ونشوف درجه الحراره كيف تصل معنا. ما شاء الله هذا حراره الماكينه 81. لاحظ المشعل عندي هنا نازل بشرطه بسيطه، وهذا افضل بكثير من حق الوكاله. يعني بدل ما يفتح 86 الان صار يفتح 76. فما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.